نعطيهم ان شاء الله تعالى واحد الصابلي. هاد الصابلي كيتسمى الصابلي بخاليني. المقادير هي 25 غرام 250 غرام ديال الزبده، جوج معالق كبار ديال البخاليني. دابا البخاليني راه كيتباع غير بالعبار يعني ماشي شي، ثلاثه المعالق كبار ديال لاكاسوناد او السكر الاشقر. وبغيت نقول للمستمعات يزعموا شويه على هاد الشيء اللي جديد، راه حتى هو عنده كيزيد كيعطي واحد اللذه وكيعطي واحد المذاق مغاير. غير زعموا عليه السكر الاشقر ما بقاش غالي، يمكن لك تاخذي غير بالعبار. فعلا. اذا ثلاثه المعالق كبار ديال السكر الاشقر، الروح الفاني، نص معلقه ديال القرفه، 100 غرام ديال السكر العادي ديال السكر كلاسي، 100 غرام سكر كلاسي، 40 غرام ديال بودرة اللوز، ومليحة. واخا نعاود اختي المقادير إلا سمحتي. إيه صابلي بخاليني تفضلي. 250 غرام ديال الزبدة، جوج معالق كبار ديال البخاليني، ثلاثة المعالق كبار ديال لاكاسوناد أو السكر الأشقر، الروح الفاني، نص معلقة ديال القرفة، 100 غرام ديال السكر كلاسي، 40 غرام ديال بودرة اللوز، الملح، والطحين حسب الخليط. الطحين أنا كنفضل بالنسبة للسيدات يديروا 600 غرام، يحطوا حداهم يعبروا 600 غرام ويحطوها حداهم ويبداو يخلطوا. ملي كيجمعوا هاد الزبدة تكون حرارة الغرفة وينبغز المقادير كاملة، ويبداو يدخلوا الطحين. إيه تدريجيا. ويزيدوا في الطحين حتى تقفح العجينة. لاستيوس اللي كاينة باش تعرف السيدة بأن هاد الصابلي هذا يعني صافي خدينا ديك لا تيكستور المزيانه اللي بغينا، تتشد مثلا ملي كتبدا تخلط باليد اليمنيه كتحرك اليد اليسرى كتحطها فوق العجينه. الا شافت اليد اليسرى ما بقاتش كتلصق صافي راه صافي يعني العجينه هي هذيك المستوى اللي بغينا صافي. واخا هذا هو ملي كنعجنوها من الافضل هي كنعجنوها بالليل وكنخدموها في العشيه، كنخدموها في الصباح اولا كنخدموها نعجنوها في الصباح ونخليوها في العشيه باش ما يعذبش تيرتاح مزيان هاد العجينه الصابلي. نعم باش تعجن مزيان. ملي كنجبدوها كنخدموها بين جوج بلاستيكات يتفاداو يديروا الطحين ديك الطريقه القديمه ديال فعلا الاولى كنفرحوا العجينه. علاش؟ حيت العجينه كنزيدوا ندخلوا ليها مازال الطحين وملي كيدخل ليها الطحين كتقصح. فعلا يعني بين جوج بلاستيكات ملي كنايطاليوها وكنقطعوها كان يمكننا نرشموها باي طابع بغينا، باي طابع يمكننا نديروها بدائري يمكننا نديروها طويل. اي دابا تبارك الله اشكال ديال المرشم. نعم كيبقى التزيين على حسب الشخص اللي كيصايب وهو كيجي لذيذ بزاف هذا البيسكوي هذا. فكان كتشدي مثلا على شكل طويل كتزوقيه بجوج لوزات وديري فيه شويه البافو، كيمكن لك مثلا غير دائري ودهنيه وديري فيه اللوز باطوني ولا اللوز اشي وكيجي ممتاز. اولا كتشديه مثلا بغيتي تعطيه واحد الشكل راقي ما تحطيه مثلا كاين الناس كديري على شكل دي طابلات. ايه كاينين اوفال كاينين دائريين كاينين يعني كنعطيه شكل دائري كنلبسوا المول وكنديروا يطيب بالمول ديالو. ملي كنخرجهم كنديمو ليهم وكندير ليه الخوي اللي عندي اي فاكهه عندي، زبيب التمر الشريحه، اللي بغى اي حاجه صحيه، اللي بغى ليه الخوي كونفي، اللي بغى القرقاع اللوز اي حاجه كتخلطيهم نرجعوا لو كراميل اللي صايبه الاول. كديرهم في شي سوبيره وكتلوحي عليهم داك لو كراميل وتخلطي وتبداي تعمري. فعلا اييه صافي كيجي بحال هكا. ويمكن لك ديري خطوطات الكراميل من الفوق وترجعي الفران تشعليه على زين الفوق غير باش داك الكراميل يتجمع معايا تجمع كلشي وتتخرجيه. يعطيك الصحه. يعني عجين ديال الصابلي بخاليني. نعم تنتمنى ان الناس يجربوه راه اكيد ان شاء الله. الله يعطيك الصحه. يعني ممكن نديروا منه عجين صابلي ويعني هكا في الحلويات ونخرجوا منه كذلك حتى تورتات فرديه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. خلق شويه ديال ليماجيناسيون. اييه فعلا يمكن ينوع بزاف غير بحاجه وحده.